حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا أيوب عن عمرو، عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذاك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعًا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان، فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرًا له. من ان ياخذ عليها اجرا معلوما